طفولتك كده يعني، كانت طفولتك بهذه الرزانه والعقل او لا 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 لا, 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 لا يعني انت انا ممكن انكر بس لا، انا طفولتي كان فيها شقاوه كتير جدا، كان فيها عصبيه كتير، كان فيها غيره، كان فيها هبل 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 هبل. انا بقول هبل علشان دلوقتي بقول عليه هبل، لان لو الواحد يعرف اللي هو يعرفه النهارده يعرفه هو عنده 20 سنه يعني من سنتين يعني تحس ان برضو الحياه ممكن تتغير. يعني انا دايما حتى بس البني آدم وهو في السن ده هو مش عايز يستوعب ده، هو لازم يتعلم ده. يعني أنا بقول لبناتي بقول لهم حاجات معاوس بقى يعني فاهمة، يعني بحاول أعمل فيها يعني الراجل الأب بقى له دور الأب بقى. هم مش مستعدين يسمعوا حاجة، هم مش في الليفل ده أوكي. بس أو بيقولوا لي كده، لأن أنا بلاقيهم بعد كده بيعملوا حاجات أنا كنت قلت لهم عليها، بس في الأول يبقوا رافضينها. انت بتتكلم في ايه؟ انت هتعمق الموضوع ليه؟ ليه ما هو مش محتاج يعني بعده يكبر قوي كده، بس تلاقيهم برضو ايه في الاخر بيأثر. زي انا ابويا كان دايما مثلا اقول لك مثلا خفيف جدا، كنا دايما ابويا ما كانش بيسوق في اخر ايامه، يعني كان دايما يحب يروح البنك يحلق يقابل اصدقائه ومش عارف فين في وسط البلد، فدايما نمشي في وسط البلد يقول لي ده شارع عبد الخالق ثروت، ده المصرف العربي الدولي، ده جدك اللي انشاه، هنا المعبد اليهودي، ده شارع عدلي. ده كل مره كل مره يقول لي اقول له بابا انت بتعمل ايه؟ خلاص خلاص انا فهمت انت بتعيد كلامك ليه، انا عارف. فبيقول لي لا، وبعد كده يقول لي اهدى اهدى مثلا في سواقتك كلام. ف في حاجات بعديها مش عارف كام سنه انا برضو داخل وسط البلد بقول لتمارا ده عبد الخالق ثروت بتكرر ايوه ابو جدك ابو جدتك عمله ومش عارف ايه، وبعد اقول لها بكرر نفس الموضوع. فبقول لك التكرار يعلم الشطار، فانا اكرر دايما الحاجات اللي انا عايزها تستك في دماغهم كده، تلزق كده في مخهم. وربنا بقى يعني هو العالم بقى اللي يحصل. طب انت كنت عارف انك هتبقى وانت في السن ده كنت عارف انك هتبقى مشهور ومعروف ونجم وليك وجود، ولا كان عندك احلام تانية في الحياة؟ كنت عارف. لا كنت عارف. كنت بهرج. لا ما كنتش عارف خالص، ما اعرفش. كان نفسك كان نفسي ابقى ظابط. اوكي انت اصلا ما طب وليه ما خالص؟ كان دايما عشان الافلام اللي كنت بتفرج عليها كنت قلت انا هبقى ظابط، ودايما لما اجي العب مثلا واحنا صغيرين كنا دايما ابقى انا الضابط او اي حد تاني الحرامي، ودايما اسمي مختار. دايما كان اسمي مختار، معرفش ليه مختار، ليه ده مش شبه خالص، عايز دايما مختار. طب ما قدمتش ليه في الاول ولا جيت وقتها؟ لا هقول لك بقى. فلما كبرت بقى كان ابويا دخل السلك الدبلوماسي، وكنا بنتكلم على ان انا اخش في السلك الدبلوماسي، وبعد كده جدي الله يرحمه برده كان في السياسه، فكنا بنتكلم في الاتجاهات دي. بعد كده حصل في المدرسه عملت مسرحيه ولا حاجه كده، وعملت ضجه كبيره، ودوري كان يعني جميل قوي، فالبرفورمانس بتاعي حسيت ان انا بحب ده، فابتديت اركز في ده. بس انا تخصصاتي كانت علم نفس ودعايه واعلان يعني، فانا قلت اتخرج من ده، لان ما كنتش متخيل ان انا ابدا هيجي لي فرصه ان انا امثل.